السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت منكم ومن منطقة ديال جامعة المرس إقليم بولمان، اللي كتمتاز هذه الجامعة المرس بواحد الشجرة خلابة، واحد الشجرة عندها واحد رونق، واحد المنظر، واحد الصراحة تبقى غير تشوف فيها، غير كتشوف فيها عينك كيبيضوا، رغم أن اللون ديالها قوي، وهي شجرة البقوس كتعطي واحد الجو وواحد الأكسجين كيجي منها، واحد طبيعة ما عرفتش كيفاش غنفسر، ما عرفتش نعبر على هذه الشجرة الصراحة. لأقول زورها لكي تصح. قسم بالله إلى واحد الشجرة رائعة، كنا كنباتو قدامها والله إلا كتصبح الصباح، إلى شنقول الصباح كتبدا دير كلها مرتاحة، كأنك لعستي، أنت لعستي غير واحد القسمين ولا ثلاثة، كتولي كتحس بواحد الراحه جسمانيه قدام هاد الشجره في هاد المنطقه. كي نقول لكم بان اللي بغى يزور هاد المنطقه يزورها، وزورها تصح. هذا كل ما ساقوله لكم على هاد الشجره، اللي ما لقيتش كيفاش تزيد نعبر على هاد الشجره الصراحه. والله العظيم وشكرا لكم.